في موضوع آخر، إمكانية طبيعية هامة تزخر بها منطقة غوراية الساحلية بتيبازا ينقصها فقط دعم بالمشاريع والاستثمارات لإنشاء فنادق ومراكز للإيواء لتصبح من أفضل المناطق السياحية في الجزائر، تقول إمام بوتلجا طاهر. من أعالي منطقة غوريا بولاية تيبازا تبهرنا شواطئ وخلجان ساحلية ترسم لوحة جميلة أخاذة للطبيعة، حيث نلمح زرقة البحر تنسجم بخضرة الأشجار والغابات. المكان يستقطب المصطافين من كل الولايات. نيور بلاج اللي نعرفوها صافي نعرفها من 2010 نعم هنايا. سيدي إبراهيم 1 و2 ما شاء الله. لا فامي شو الله يبارك شو فيه. تنقى الناس كل واحد ولاتي مع روحه شو والله قريه الناس يتعوم باش بروتيكسيون سيفيل ما شاء الله لا سيكوريتي من حتى لهيك ما بوغ لي زونفون ماشي دانجرو ونكرو في الداموس نجو نعومو هنايا بيان كاع سيكوريزي بيان الحمد لله. عجبتني بزاف لا بلاج نقيه وسو ولا فوغي قدامها حالة تسمى سي جينيال. رغم ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات طبيعية وجمال إلا أنها تفتقر للمرافق السياحية والمنشآت الفندقية لإيواء زوار هذه الشواطئ. بدي تخلص 100 دينار باش تدخل ومين ما بينقوك نورمالمون هذا اللي حاكم هذه اللي ما عطيناها له باش يحكمها نورمالمون يجي العشية ينقي شوية. تم تخصيص مبلغ 50 مليار سنتيم لتهيئة هذه الشواطئ، تهيئتها من خلال يعني اقتناء غرف جاهزة لاستعمالها يعني كمقرات للأمن بالإضافة إلى دورات المياه وكذلك يعني تخصيصها لمتصرفي الشواطئ. هناك نقص ولكن على مستوى الولاية هناك تشجيع للمستثمرين في هذا المسعى لتدعيم يعني السياحة أكثر فأكثر. شاطئ سيدي إبراهيم وشاطئ الخليج عينة من أجمل شواطئ ولاية تيبازا التي تتوفر على 13 شاطئا على امتداد الشريط الساحلي، في حاجة لتعزيزها بمراكز إيواء وفنادق لتكون منطقة سياحية بامتياز.